منح السيدات الملتزمات بشروط المشروع القومي للأسرة 1000 جنيه سنويا. خلي بالك ده حافز. طب ايه هو المشروع وشكل الالتزام ايه؟ مش انا اللي هقولك، دكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خير من يحدثنا في ذلك. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف، سعداء بالتواصل مع حضرتك. ده احنا اللي سعداء جدا قوي خالص. ايه بقى موضوع المشروع القومي للأسرة والحافز الألف جنيه سنوي ده؟ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية واحد من المشروعات القومية اللي بتقوم بها الحكومة لتحسين أحوال المواطنين وتحديدا تحسين الخصائص السكانية. يمكن القضية السكانية واحدة من القضايا اللي بتعرق المجتمع المصري والاقتصاد المصري على مدار سنوات طويلة. كانت دايما المدخل لهذه القضية احنا بنقول للناس حددوا النسل، قللوا الخلف، ولكن المرة دي الأمر مختلف، لأن احنا المدخل اللي بيقوم عليه المشروع هو مدخل تنموي بيعتمد على خمس محاور أساسية، على رأسها تمكين المرأة المصرية، توفير فرص عمل ومشروعات للمرأة المصرية، التحسين التشريعات اللي بتتعامل مع الأسرة المصرية، ان يكون في حملات توعية وحملات تثقيف للأسرة المصرية. ومن ضمن هذه المحاور هو محور له علاقة بوجود حوافز إيجابية. العالم في القضية السكانية كان بياخد طريقين، طريق الحوافز السلبية أن تحرم الأسرة اللي بتنجب كثيرا، أو يحرم الأب، أو يحرم الطفل الثالث أو الرابع على حسب السيناريو اللي بتعتمده الدولة. وبعض الدول اتجهت إلى الحوافز الإيجابية، وده اللي ارتبط بالدولة المصرية أنه يكون في حافز إيجابي يدعم الأسرة اللي بتنجب طفلين فقط، ويشجع كل الأسر على أنهم ينجبوا طفلين فقط. زي ما حضرتك قلت، المبلغ اللي تم الإعلان عنه اللي هو قيمته 1000 جنيه سنويا، هذا المبلغ هو حافز يتم ادخاره للسيدة اللي بتشترك في هذا البرنامج، وعلى أن تتم صرف المبالغ كاملة بالفوائد وحجم الاستثمار اللي هيتم على هذا المبلغ عند سن 45. عظيم جدا. يعني لو افترضنا ان هذه السيدة عندها 25 سنة، ده معناها انها تحصل في نهاية المدة على تقريبا 20,000 زائد استثماراتهم او فوائدهم. لا هتاخد اكتر من 20,000. انا بقول لك 20 زائد استثماراتهم وفوائدهم. بالضبط يا فندم. في معادلة تم وضعها بالتعاون مع وزارة المالية وخبراء اكتواريين. حلو. انه كل سيدة بتدخل البرنامج بيتم وضع 1000 جنيه في وعاء ادخاري بتتضاعف هذه المبالغ، بحيث ان لو السيدة دخلت البرنامج في المدة الكاملة، يعني من 21 سنة الى 45، بتحصل على ما يقرب من 62,000 جنيه. عظيم جدا. طيب سؤال علشان نسد طول الوقت الفجوات قدر الاستطاعة على شائعات الإخوان، ربنا ياخدهم إن شاء الله، هل في أي مبلغ هتدفعه هذه السيدة المشتركة؟ لا تتحمل السيدة المشتركة أي مبالغ من أي نوع في أي مرحلة من المراحل. كل ما عليها أنها بتتوجه للأماكن اللي هيتم الإعلان عنها أو الموقع الإلكتروني اللي هيتم الإعلان عنه لتسجيل بياناتها وما يثبت انها متزوجه وانها عمرها 21 سنه واقل من 40 سنه، وانها لم تنجب الا طفلين فقط، وتلتزم بالكشف الدوري في عيادات تنميه الاسره والكشف الدوري على سرطان الثدي. تظل في هذا البرنامج ما دامت ملتزمه بهذه الشروط وتحصل على هذه الامتيازات اللي بتبلغ 62,000 جنيه إذا ما حصلت على كامل المدة أو كان اشتراكها في كامل المدة. عظيم. يعني عمليا أنا بقول لها إحنا هنوفر لك فلوس من غير ما تدفعي ولا مليم، ده كده نمرة واحد، وفي شرط إن إحنا عاوزين نحافظ على صحتك طول الوقت، فهتروحي العيادات عشان نطمن عليكي، وبرضو من غير ما هتدفعي حاجة. بالتأكيد طبعا. هذا البرنامج مصمم بالأساس لتحسين أوضاع الأسرة المصرية، لتحسين جودة حياة الأسرة المصرية، لتحسين خصائص سكان مصر.
طيب. وبالتالي هذا البرنامج هو نوع من الدعم والحافز الإيجابي للأسرة المصرية والمرأة المصرية للالتزام بأن تنجب طفلين فقط من أجل أن تحسن تربيتهم، تمنحهم الوقت الكافي، تحسن تغذيتهم، تحافظ على صحتها، تحافظ على أسرتها، يكون عندها وقت تشتغل، يكون عندها وقت تتدرب وتفتح مشروع، بحيث أن الأسرة تكون أسرة حلها أفضل يا أستاذ يوسف بإذن الله. طب ده هايل خالص للمزيد من الفهم. معلش يا دكتور أنا بطول عليك والله. لا يا لكن فندم تحت الأمر. أنا هفترض أنه سيدة عندها 30 سنة ومتزوجة وعندها دلوقتي عيلين، ينفع تروح أنها تملى هذه الأوراق وتبقى جزء من هذه المبادرة؟ ينفع طبعا، ولو حتى عندها 39 سنة ينفع تملى هذه الأوراق وتشترك في هذا البرنامج، وهتكون مدة اشتراكها في حدود 5 سنوات، حينما تبلغ سن 45 هتحصل على مبلغ مالي يتناسب مع مدة الاشتراك اللي اشتركتها، وكأنها عندها بوليصة تأمين بتحصل عليها في نهاية المدة بشرط الالتزام بباقي الشروط الأخرى. الحد الأقصى بقى للسن في الحالة دي إيه؟ هيبقى 44 ولا 39؟ لا، الاشتراك هو أقل من 40 سنة. لازم أقل من 40 علشان نقدر يعني. إن احنا نقدم لها حافز برضو عليه القيمة يعني. أنا بالضبط. بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر دكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.